السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحباب الله، موضوع هذه الحلقة عن أصول تفسير الأحلام، وعنوان الحلقة من رأى أو سمع أو قرأ سورة الحج في المنام وتعبيرها. فمن رأى أو سمع أو قرأ سورة الحج في المنام تدل على أن كان كبيرا في العمر ومريض، على أن ساعة وفاته قد اقتربت، وإن كان ضالا تدل على أن عليه أن لا يجادل في الدين، وأنه إن لم يتب فعذابه سيكون أليما، وكانت ساعته قد دنت، وإن تاب فعليه أن يتعلم دينه ولا يجادل في الدين. أما ومن رأى سورة الحج من الملتزمين يعني في الدين، فتدل على أن عليه أن يكتمل إسلامه في أداء فريضة الحج، وإن كان حاجا ولم يكن متزوجا فعليه إتمام نصف دينه بالزواج. وأهم شيء للكبير لمن لم يكن من الصالحين التوبة وعدم اتباع الشيطان، وأن لا يكون سببا في ضلالة أحد أو أنه ظالم لنفسه، وبذلك سيقع عليه العذاب من رب العالمين. ومن رأى وهو مظلوم لا ولا يستطيع أخذ حقه، فإن الله سينصره، وأن هناك من سيساعده ويرجع له حقه. وكذلك من رأى هذه الصورة وكان يقدر على أخذ حقه من الظالم ولكن لا يريد أن يغضب الله، فإن الله قد أذن له بأخذ حقه كاملا، وأن لا يخشى أن الله سيغضب عليه، بل العكس سيكون راضيا عنه. وعلى من رأى سورة الحج وهو لا يحمد الله في النعم ويتذمر في المحن أن يخشى العقاب الشديد، وهي كذلك إنذار له إن لم يرتجع عن القوى عن أفعاله، بتكون إنذار له في دخول النار خالدا. وكذلك من يغضب لأن الله لم ينصر وظن أنه يعني ظن أنه محق، فليحذر أن ينزل الله عليه العذاب والذل والهوان. ويجب على من يرى سورة الحج أن يكثر الحمد بالنعم والصبر في المحن، وإلا سيكون من خاسرين. أما إن كان من رأى سورة الحج من الصالحين والمتقين فإنه سيكون من المبشرين بالجنة والمغفرة والنصر وارتفاع المقام وكثرة الذرية الصالحة والزوجة الطيبة، وسيكون من المخبتين المقيمين الصلاة والمنفقين في سبيل الله، وسيكون عمله مقبولا وكلامه مرفوعا ودعاؤه مسموعا، وسيمكن الله في الأرض ويجعله آمنا لا يخشى إلا الله رب العالمين، وسيحسن الله خاتمته، والله أعلى وأعلم. اللهم اجعل الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.